فريق من الباحثين اتوصل من كم يوم ليكشف عن تنبؤات النجم الفرنسي الشهير نوستراداموس اللي عاش قبل 500 سنة الزلمة يوم تنبأ بأشياء كتيرة وأهمها أنه بسنة 2015 رح يخترعوا إكسير الشباب اللي رح يطول عمر الإنسان لحدود 200 سنة ما لحقت خلصت قراية الخبر بالجريدة إلا وحد أبو رامز صرخ وقام مثل المجنون يكسر كل شيء قدامه شو باك يا زلمي شو صار لك بعد ما راق شوي قال يعني هودي اللي حاكميننا هلا رح يستفيدوا من اكسير الشباب ويبقوا بالحكم مية ومية وخمسين سنة لقدام قلت له انت ليش زعلان قال لي لانه اذا عن جد اخترعوا اكسير الشباب وانا اخذته رح كون مضطر عيش مع حكامنا ذاتهم كمان مية سنة اتفو على هالعيشة هذا رأيي فكر فيها